للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين دكتور كريم زايد استشاري الحالات الحرجة وأمراض المناعة. دكتور كريم أهلا بك. يعني الوضع في ألمانيا حال وحال الكثير من البلدان في الداخل الأوروبي، الأوضاع مقلقة بشكل أو بآخر، هناك أيضا نظر في زيادة أخذ إجراءات احترازية في المرحلة القادمة. كيف تراقب السلالة الجديدة دكتور، وهل بعد مرور هذه الأيام هناك من خصائص جديدة يمكن الإشارة إليها؟ مساء الخير يا فندم. أهلا بحضراتكم. طبعا ألمانيا زي أغلب بلاد العالم بدأ يتفشى فيها الفيروس الجديد أوميكرون، واللي للأسف لغاية دلوقتي مش معروف فاعلية التطعيمات اللي موجودة ضد الفيروس الجديد. طبعا ألمانيا بدأت تاخد إجراءات احترازية جديدة زي ولايات ساكسن وولايات تورينجن اللي أصبح ممنوع التجمع فيها لأكثر من 10 أفراد في أماكن مغلقة، وأصبح في جميع أرجاء ألمانيا الدخول للمطاعم والأماكن المغلقة والمحال غير محل المأكولات فقط مسموح أو مقتصر به على المطعمين أو الذين أصيبوا من قبل بفيروس كورونا. غير ذلك أصبحت الأمور صعبة جدا على المواطنين الألمان الغير حاصلين على اللقاح حتى الآن. وهناك في عدد من الولايات اليوم المزيد من الاعتراضات ضد الإجراءات الاحترازية الجديدة، ولكن بشكل عام هي أمور لا بد من حدوثها، حيث أن الإصابة بالفيروس الجديد منتشرة للغاية في الفترة الأخيرة، وأصبح في أقسام العناية المركزة في ضعف شديد جدا في الأسرة المتوفرة. على سبيل المثال دكتور، هل هذه المشاهد تذكرك بمشاهد أولى الموجات التي خبطت العالم من فيروس كوفيد-19؟ يعني معظم التصريحات وقراءات الأطباء على الرغم من أن السلالة ما زالت جديدة والخصائص غير واضحة، ولكنهم في إشارة كده بشكل أو بآخر أنه الأمر ربما يسوء وربما نعود لحالات اللي كنا بنتابعها في أول موجة من كورونا، وأيضا هناك خطر على الأجهزة الصحية في البلاد. هل هذا دقيق؟ بصراحة الموجة الحالية بتفكرني أكتر بالمتحور دلتا اللي كان موجود في نفس الوقت ده من السنة اللي فاتت. نعم. ونفس الإجراءات بالضبط بدأنا فيها في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر السنة اللي فاتت في ألمانيا، وتطورت الحالة لإغلاق شبه إغلاق عام للبلاد في شهر يناير. وبعد كده الأمور تحسنت مع زيادة أعداد الحاصلين على اللقاح والقدرة على السيطرة على الانتشار في ألمانيا بشكل أكبر من الإجراءات المتخذة. لكن بالوضع الحالي وبعدد الأسرة المتاحة في أقسام العناية، أعتقد زي ما حضرتك بتقولي إن الأمور قد تكون أصعب في الأسابيع القادمة، وده فترة هنبدأ نكتشفها. في ألمانيا طبعا دايما المحدد هو قدرة المستشفيات على توفير أماكن في العناية المركزة، هي دي اللي بتحدد الإجراءات الاحترازية اللي هتتم في الفترات القادمة. فكرة عدم معرفة حتى الآن مدى فعالية الفاكسينز أو اللقاحات الموجودة في العالم وتأثر السلالة الجديدة بهم، إلى أي مدى هي فكرة مقلقة، وهل تدعم هنا فكرة الجرعة المعززة أم إعادة النظر في التركيبات المختلفة للفاكسين؟ وبالفعل يعني أسترازينيكا أعلنت، أكسفورد أعلنت أنهم يعني هناك إعادة نظر في التركيبة ومدى فعاليتها أو تأثيرها على أوميكرون. للأسف أي لقاح جديد هيتم العمل عليه هياخد من 3 إلى 6 شهور، فبالتالي العمل باللقاحات الموجوده في الفتره الحاليه هو الامر الوحيد المتاح، واثبت فعاليته ضد المتحورات السابقه من كورونا وما زال مفيد جدا. وحتى الحالات اللي حاصله على اللقاح اللي اصيبت بالاوميكرون ما شفناش فيها مضاعفات شديده او حالات وفاه، لكن الحالات الغير حاصله على اللقاح باي شكل من الاشكال هم دول اللي شفنا فيهم المضاعفات القوية، المشاكل في الجهاز المناعي، المشاكل في الجهاز التنفسي. فبالتالي ما زال العمل على إعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين في ألمانيا حاجة أساسية، ويتم العمل عليها بشكل يومي وبدعاية قوية جدا، لأن أثبت فعاليته في الفترة اللي فاتت. شكرا لك. حتى وإن كنا مش عارفين فعاليته على الأوميكرون، لكن يتم النصح به بشكل قوي جدا. نعم، من برلين دكتورة كريم زايد استشاري الحالات الحرجة وأمراض المناعة، شكرا لك دكتور.